Principles of Scientific Management الكاتب أمريكي اسمه فريدريك تايلر. هذا الكتاب رغم أنه كان الأساس لإدخال العلم في الإدارة، لأنه ما حظي اليوم في انتشار ومعرفة من بين الكتب الإدارية، لذلك لعدة أسباب. واحد من الأسباب أنه أصبح قديم الكتاب وأفكاره وأصبحت من المسلمات وبعضها تغير اليوم. لكن واحدة من المميزات اللي احنا لما أذكر لكم كتب التاريخ أو كتب حسب التاريخ وتطورها في الإدارة وفي الاقتصاد وفي المالية، واحدة من أهم الفوائد أنك تشوف كيف تطورت هذه الأفكار اللي اليوم نشوفها احنا مسلمة، كيف بدأت وكيف جت. فواحدة من الأشياء اليوم اللي نتكلم عليها Scientific Management أو إدخال العلم في الإدارة. في ذلك الوقت في 1880 1890 وما قبله كان الإدارة بشكل بدائي، وكانت الشركات أو الأعمال تدار بطريقة جدا بدائية. وش كانت الفكرة في ذلك الوقت؟ كانت الفكرة أنه القادة أو اللي يستطيعون أن يؤدون المهام في الأعمال يولدون ولا يصنعون. هذه الفكرة كانت يعني معاكسة لفكرة التدريب والتطوير والشغلات هذه. لا، رح ابحث عن واحد هو يستطيع أن يقوم بهذا العمل بالفطرة بالبيئة، وليس أني أروح أدربه. فلذلك كانت الشركات أو أصحاب الأعمال يروح يدور واحد جيد في الشغلة هذه ويجيبه. مسألة التدريب ما كانت مطروحة ولا كانت الأفكار، شوف مع أنه الفكرة اليوم حنا نشوفها بديهية وقاعدة تقوم، بس هاك الوقت ما كان فيها الكلام هذا. كان جيب واحد يعرف الشغلة وخلاص وخليه يشتغل. نفس الوقت هذا كان فيه اهتمام متزايد في إدارة الويست في الموارد الطبيعية أو إدارة الهدر في الموارد الطبيعية، فكان فيه اهتمام متزايد، لكن ما كان في أي اهتمام في إدارة الهدر في القدرات البشرية أو في الهيومن ريسورس داخل الأعمال أو داخل الشركات. حتى جاء فريدريك تايلر، وهذه الفضل ينسب له في الاهتمام وتغطية هذا الجانب اللي ما كان أحد مهتم به واللي اليوم قائم عليه العلوم الإدارية أو الإدارة هذا. فلاحظ تايلر أنه العمالة اللي تشتغل في المصانع، وهو يعني كان في بداياته راقب عمليات الإنتاج داخل مصانع الصلب والحديد، فلاحظ فيه هدر كبير، ما في تنسيق، الشغل يكون ضايع بين العمالة. فأراد أن يدخل العلوم، وكان عنده هوس، فريدريك كان عنده هوس في الكفاءة ويرى الكفاءة في كل شيء. ففريدريك بدأ في إدخال العلوم داخل التشغيل لزيادة الكفاءة، شيء ما كان موجود نهائيا. فريدريك كان أول من أدخل عمليات أو أفكار التدريب وتطوير الموظفين سواء كانوا مدراء أو سواء كانوا عاملين، وهو أول من أسس الشيء اسمه مؤشرات الأداء أو قياس الأداء، اللي اليوم احنا زي ما أقول لكم اليوم هي مسلمة، لكن تراها ما كانت موجودة قبل فريدريك تايلر. تايلر أول من أسس لهذا أو حطه في داخل إطار علمي. فتايلر كان مهووس بالعلوم ومهووس بالإحصاء، فجالس يراقب العمالة وهم يشتغلون داخل المصانع ويقيس الحركة مع الوقت. فأول من ربط الحركات العامل اللي طبعا الموشن أو الأداء المجهود حقه مع الوقت حقه، على أساس أنه يصل إلى ستاندرد أو معيار بعد كذا يطلع فيه مقاييس الأداء. فكرة ما كانت موجودة نهائيا، هو أول من أسسها، فكان له الفضل يعود له في هالموضوع هذا. كذلك هو أول من جاء فكرة أنه لابد أن يكون العمل متساوي بين المدراء والعاملين. فكان سابقا قبل فريدريك ما كان فيه اهتمام في التنسيق بين المدراء والعاملين، فهو أول من جاء فكرة أنه لابد أن يكون المسؤولية موزعة بين المسؤولين أو المديرين وبين العاملين، سواء في الأداء ومؤشرات الأداء أو المسؤوليات.
لذلك فريدريك هو كان يرى بل ويجب أن يكون هناك تدريب بدل من يكون فقط استقطاب الكفاءات أو الخبرات من شركات أخرى. استقطاب الخبرات لا يولد كفاءة داخل البلد أو داخل الأمة، لكن التدريب ونقل الخبرات بالتدريب سوف يولد مع الوقت الخبرات والكفاءات تزيد، وبالتالي تزيد كفاءة الأمة في العملية الإنتاجية. فكرة لم تكن موجودة سابقا، الاهتمام في هذا العنصر والعنصر البشري، كان الاهتمام زي ما ذكرتكم الاهتمام في الموارد. وكذلك يعني ما هو يقول فقط العاملين اللي يحتاجون تدريب في الأعمال في على الأرضية، وإنما المدراء كذلك يحتاجون تدريب كيف يديرون العاملين. لذلك يمكن نقدر نقول أن فريدريك تايلر كان أول من أسس للعمل الاستشاري الإداري، وهو فعلا ترى في آخر حياته عمل كمستشار في القطاع الصناعي، مستشار إداري. تايلر كان يريد أن يؤسس لطريقة جديدة في الإدارة، هذا زبدة الكلام، كان يريد أن يؤسس الطريقة الجديدة في الإدارة لم تكن موجودة، كانت طريقة الإدارة بدائية. الإدارة الجديدة مبنية على العلم وعلى الطرق العلمية، بعيدا عن الرجل الأوحد أو الرجل اللي يعرف كل شيء ويعتمد عليه في إدارة المنظمة. كان عندهم سابقا جيب رجل ممتاز وخلوه يدير بالطريقة الذي هو يريدها. فلذلك كانت المصانع تجيب واحد عظيم يسمونه يعني great man في هالصناعة هذا، ويعطونه كل شيء يديرها بالطريقة الذي هو يريدها. لذلك ما يكون في منهجية علمية متفق عليها، مقيس أداء متفق عليها بينهم وبين الرجل الذي يدير. فريدريك تايلر أول من أسس للمنهجية العلمية في الإدارة وقياس الأداء، وأول من جاب فكرة مشاركة العمال والموظفين للأرباح الناتجة عن زيادة الإنتاجية. أول من جاب فكرة الانسنتيفز أو المكافآت أو الحوافز، لم تكن موجودة سابقا. وللأسف اليوم حنا نشوف كثير من الشركات رغم زيادة أرباحها إلا أنه الحوافز والمزايا للموظفين لا تتغير، وهذا فريدريك جابها قبل 100 سنة. طيب زي ما قلت لكم كثير من الملاحظات وجت من قطاع صناعة الحديد، جت من قطاع صناعة الحديد اللي لاحظ فيه مثلا انه العامل اللي معاه مسحات او مغراف او ما ادري ايش يسمى يشيل فيه المواد ويرميها بالفرن، جلس عنده ويقيس بالساعة كم يقدر يشيل من مرة ويرميها بالفرن، حتى وصل الى مثلا الى مقياس معين انه لابد انه يعمل مثلا خلينا نقول 100 مرة يشيل ويرمي في الفرن. هذا هو المقياس، أدنى منه لا يقبل وأعلى منه يبدأ يعطيه حوافز على زيادة المرات اللي يشيل فيها زيادة عن 100 مثلا في الساعة. كان أول من أسس مؤشرات الأداء، هذه تعتبر هذه الكي بي آيز في ذلك الوقت، وعليها تطور العلم. اليوم يعتبر فريدريك تايلر أو النظرية، يسمونها النظرية العلمية في الإدارة على فكرة، هي الأساس للإدارة. مع تطور علم الإدارة اليوم واللي راح نتكلم عليها في كتب أخرى، لاحظ أنه أجزاء كبيرة وكثيرة من الكلام اللي تكلم عنه تايلر موجود داخل النظرية الحديثة للإدارة. لذلك هو كان بنى أساس علمي لها، وما زال اليوم أجزاء منها كثيرة موجودة، وما زالت للعلم تحظى نظريته بالاحترام بين الوسط العلمي، رغم أنه طبعا ذكر أشياء اليوم هي انتهت طبعا أبسولوت، يعني ما عاد صارت تطبق. يعني نظرته لرفع كفاءة الأمة بغض النظر عن أي عوامل أخرى، اليوم طبعا مع ضغط العولمة وضغط رفع كفاءة الشركات وزيادة الأرباح، صارت تتجه الشركات إلى الأوتسورسنج أو تقديم الخدمات عن طريق أطراف أخرى، والأطراف الأخرى هذه اللي قد لا تكون في البلد اللي أنت فيه تكون في بلد آخر، فبالتالي تقدم عن طريق بلد آخر. هذا معاكس النظرية تايلر، لكن زي ما نشوف اليوم الشركات الكثيرة، شركات الاتصالات، خدمات العملاء اللي عن طريق التليفون يتم تقديمها في بلدان تعتبر رواتب أقل من البلد اللي هي فيه الأساس،
فبالتالي هي توفر وتربح في هذه العملية. وحنا شفناها عندنا في شركاتنا زي شركة الاتصالات، بعض شركات الاتصالات سابقا، وزي ما تسويها الشركات الكبرى العالمية زي شركات أمازون وغيرها، تقدم خدمات العملاء عن طريق بلدان بالهند أو في الفلبين أو غيرها. في النهاية ذكري للكتاب هذا لا يعني أنك ترجع وتقرأه، لكن جميل أن نذكره في سلسلة كتب الأعمال عشان نفهم كيف تطورت النظرية العلمية في الإدارة، وكيف تطور علم الإدارة اليوم اللي حنا نعيشه كان أساسياته موجودة من زي هذه الكتب وزي هذا المؤلفين اللي حنا تطرقنا لبعضهم زي آدم سميث في الاقتصاد، وزي كتاب The Principles of Scientific Management لفريدريك تايلر. وراح نتكلم كل ما نمشي في التاريخ راح يتم تحديث هذه النظريات بنظريات أخرى جديدة فيها. أتمنى يعني أعطيتكم لمحة عن هذا الكتاب وعن فوائده وعن أهميته في علم الإدارة. للأسف اليوم ما حد يتكلم عنه، لكن اليوم اللي نشوفها في علم الإدارة أجزاء أساسية كانت نابعة من أفكار وملاحظات ودراسات فريدريك تايلر. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم بالخير. نكمل معكم سلسلة كتب الأعمال، وهذه حطيتها هاشتاج في تويتر على أساس تكون هي مرجع لكل الكتب اللي أنا سبق وتكلمت عليها. كتابنا اليوم رقم 6 اسمه The Principles of Scientific Management، الكاتب أمريكي اسمه فريدريك تايلر. هذا الكتاب رغم أنه كان الأساس لإدخال العلم في الإدارة، لأنه ما حظي اليوم في انتشار ومعرفة من بين الكتب الإدارية، لذلك لعدة أسباب. واحد من الأسباب أنه أصبح قديم الكتاب وأفكاره وأصبحت من المسلمات وبعضها تغير اليوم. لكن واحدة من المميزات اللي احنا لما اذكر لكم كتب التاريخ او كتب حسب التاريخ وتطورها في الإدارة وفي الاقتصاد وفي المالية، واحدة من اهم الفوائد انك تشوف كيف تطورت هذه الافكار اللي اليوم نشوفها احنا مسلمة، كيف بدت وكيف جت. فواحدة من الاشياء اليوم اللي نتكلم عليها Scientific Management او ادخال العلم في الإدارة. في ذلك الوقت في 1880 1890 وما قبله كان الإدارة بشكل بدائي، وكانت الشركات أو الأعمال تدار بطريقة جدا بدائية. وش كانت الفكرة في ذلك الوقت؟ كانت الفكرة أنه القادة أو اللي يستطيعون أن يؤدون المهام في الأعمال يولدون ولا يصنعون. هذه الفكرة كانت يعني معاكس الفكرة التدريب والتطوير والشغلات هذه. لا، رح ابحث عن واحد هو يستطيع ان يقوم بهذا العمل بالفطرة بالبيئة، وليس اني اروح ادربه. فلذلك كانت الشركات واصحاب الاعمال يروح يدور واحد جيد في هالشغلة هذه ويجيبه. مسألة التدريب ما كانت مطروحة ولا كانت الأفكار، شوف مع أنه الفكرة اليوم حنا نشوفها بديهية وقاعدة تقوم، بس هاك الوقت ما كان فيها الكلام هذا. كان جيب واحد يعرف الشغلة وخلاص وخليه يشتغل. نفس الوقت هذا كان فيه اهتمام متزايد في إدارة الويست في الموارد الطبيعية أو إدارة الهدر في الموارد الطبيعية، فكان فيه اهتمام متزايد، لكن ما كان في أي اهتمام في إدارة الهدر في القدرات البشرية أو في الهيومن ريسورس داخل الأعمال أو داخل الشركات. حتى جاء فريدريك تايلر، وهذه الفضل ينسب له في الاهتمام وتغطية هذا الجانب اللي ما كان أحد مهتم به واللي اليوم قائم عليه العلوم الإدارية أو الإدارة هذا. حتى فلاحظ تايلر أنه العمالة اللي تشتغل في المصانع، وهو يعني كان في بداياته راقب عمليات الإنتاج داخل مصانع الصلب والحديد، فلاحظ فيه هدر كبير، ما في تنسيق، الشغل يكون ضايع بين العمالة. فأراد أن يدخل العلوم، وكان عنده هوس
فريدريك كان عنده هوس في الكفاءة ويرى الكفاءة في كل شيء. ففريدريك بدأ في إدخال العلوم داخل التشغيل لزيادة الكفاءة، شيء ما كان موجود نهائيا. فريدريك كان أول من أدخل عمليات أو أفكار التدريب وتطوير الموظفين سواء كانوا مدراء أو سواء كانوا عاملين، وهو أول من أسس الشيء اسمه مؤشرات الأداء أو قياس الأداء، اللي اليوم احنا زي ما أقول لكم اليوم هي مسلمة، لكن تراها ما كانت موجودة قبل فريدريك تايلر. تايلر أول من أسس لهذا أو حطه في داخل إطار علمي. فتايلر كان مهووس بالعلوم ومهووس بالإحصاء، فجالس يراقب العمالة وهم يشتغلون داخل المصانع ويقيس الحركة مع الوقت. فأول من ربط الحركات العامل اللي طبعا الموشن أو الأداء المجهود حقه مع الوقت حقه على أساس أنه يصل إلى ستاندرد أو معيار بعد كذا يطلع فيه مقاييس الأداء. فكرة ما كانت موجودة نهائيا، هو أول من أسسها، فكان له الفضل يعود له في هالموضوع هذا. كذلك هو أول من جاء فكرة أنه لابد أن يكون العمل متساوي بين المدراء والعاملين. فكان سابقا قبل فريدريك ما كان فيه اهتمام في التنسيق بين المدراء والعاملين، فهو أول من جاء فكرة أنه لابد أن يكون المسؤولية موزعة بين المسؤولين أو المديرين وبين العاملين سواء في الأداء ومؤشرات الأداء أو المسؤوليات. لذلك فريدريك هو كان يرى بل ويجب أن يكون هناك تدريب بدل من يكون فقط استقطاب الكفاءات أو الخبرات من شركات أخرى. استقطاب الخبرات لا يولد كفاءة داخل البلد أو داخل الأمة، لكن التدريب ونقل الخبرات بالتدريب سوف يولد مع الوقت الخبرات والكفاءات تزيد، وبالتالي تزيد كفاءة الأمة في العملية الإنتاجية. فكرة لم تكن موجودة سابقا، الاهتمام في هذا العنصر العنصر البشري، كان الاهتمام زي ما ذكرتكم الاهتمام في الموارد. وكذلك يعني ما هو يقول فقط العاملين اللي يحتاجون تدريب في الأعمال في على الأرضية، وإنما المدراء كذلك يحتاجون تدريب كيف يديرون العاملين. لذلك يمكن نقدر نقول أن فريدريك تايلر كان أول من أسس للعمل الاستشاري الإداري، وهو فعلا ترى في آخر حياته عمل كمستشار في القطاع الصناعي مستشار إداري. تايلر كان يريد أن يؤسس لطريقة جديدة في الإدارة، هذا زبدة الكلام، كان يريد أن يؤسس الطريقة الجديدة في الإدارة لم تكن موجودة، كانت طريقة الإدارة بدائية. الإدارة الجديدة مبنية على العلم وعلى الطرق العلمية بعيدا عن الرجل الأوحد أو الرجل اللي يعرف كل شيء ويعتمد عليه في إدارة المنظمة. كان عندهم سابقا جيب رجل ممتاز وخلوه يدير بالطريقة الذي هو يريدها. فلذلك كانت المصانع تجيب واحد عظيم يسمونه يعني great man في هالصناعة هذا ويعطونه كل شيء يديرها بالطريقة التي هو يريدها. لذلك ما يكون في منهجية علمية متفق عليها، مقيس أداء متفق عليها بينهم وبين الرجل الذي يدير. فريدريك تايلر أول من أسس للمنهجية العلمية في الإدارة وقياس الأداء، وأول من جاب فكرة مشاركة العمال والموظفين للأرباح الناتجة عن زيادة الإنتاجية. أول من جاء فكرة الانسنتيفز أو المكافآت أو الحوافز لم تكن موجودة سابقا. وللأسف اليوم حنا نشوف كثير من الشركات رغم زيادة أرباحها إلا أنه الحوافز والمزايا للموظفين لا تتغير، وهذا فريدريك جابها قبل 100 سنة. طيب زي ما قلت لكم كثير من الملاحظات وجت من قطاع صناعة الحديد، جت من قطاع صناعة الحديد اللي لاحظ فيه مثلا إنه العامل اللي معاه مسحات أو مغراف أو ما أدري وش يسمى يشيل فيه المواد ويرميها بالفرن، جلس عنده ويقيس بالساعة كم يقدر يشيل من مرة ويرميها بالفرن، حتى وصل إلى مثلا إلى مقياس معين إنه لابد إنه يعمل مثلا خلنا نقول 100 مرة يشيل
ويرمي في الفرن، هذا هو المقياس، أدنى منه لا يقبل، وأعلى منه يبدأ يعطيه حوافز على زيادة المرات اللي يشيل فيها زيادة عن 100 مثلا في الساعة. كان أول من أسس مؤشرات الأداء، هذه تعتبر هذه الكي بي آيز في ذلك الوقت، وعليها تطور العلم. اليوم يعتبر فريدريك تايلر أو النظرية، يسمونها النظرية العلمية في الإدارة على فكرة، هي الأساس للإدارة. مع تطور علم الإدارة اليوم واللي راح نتكلم عليها في كتب أخرى، لاحظ أنه أجزاء كبيرة وكثيرة من الكلام اللي تكلم عنه تايلر موجود داخل النظرية الحديثة للإدارة، لذلك هو كان بنى أساس علمي لها، وما زال اليوم أجزاء منها كثيرة موجودة، وما زالت للعلم تحظى نظريته بالاحترام بين الوسط العلمي، رغم أنه طبعا ذكر أشياء اليوم هي انتهت طبعا أبسولوت، يعني ما عاد صارت تطبق. يعني نظرته لرفع كفاءة الأمة بغض النظر عن أي عوامل أخرى، اليوم طبعا مع ضغط العولمة وضغط رفع كفاءة الشركات وزيادة الأرباح، صارت تتجه الشركات إلى الأوتسورسنج أو تقديم الخدمات عن طريق أطراف أخرى، والأطراف الأخرى هذه قد لا تكون في البلد اللي أنت فيه، تكون في بلد آخر، فبالتالي تقدم عن طريق بلد آخر. هذا معاكس للنظرية، معاكس النظرية تايلر، لكن زي ما نشوف اليوم شركات الكثيرة، شركات الاتصالات، خدمات العملاء اللي عن طريق التليفون يتم تقديمها في بلدان تعتبر رواتب أقل من البلد اللي هي فيه الأساس، فبالتالي هي توفر وتربح في هذه العملية، وحنا شفناها عندنا في شركاتنا زي شركات الاتصالات، بعض شركات الاتصالات سابقا، وزي ما تسويها الشركات الكبرى العالمية زي شركات أمازون وغيرها، تقدم خدمات العملاء عن طريق بلدان بالهند أو في الفلبين أو غيرها. في النهاية ذكري للكتاب هذا لا يعني أنك ترجع وتقرأه، لكن جميل أن نذكره في سلسلة كتب الأعمال عشان نفهم كيف تطورت النظرية العلمية في الإدارة، وكيف تطور علم الإدارة اليوم اللي حنا نعيشه، كان أساسياته موجودة من زي هذه الكتب وزي هذا المؤلفين اللي حنا تطرقنا لبعضهم زي آدم سميث في الاقتصاد، وزي كتاب The Principles of Scientific Management لفريدريك تايلر. وراح نتكلم كل ما نمشي في التاريخ راح يعني يتم تحديث هذه النظريات بنظريات أخرى جديدة فيها. أتمنى يعني أعطيتكم لمحة عن هذا الكتاب وعن فوائده وعن أهميته في علم الإدارة، للأسف اليوم ما حد يتكلم عنه، لكن اليوم اللي نشوفها في علم الإدارة أجزاء أساسية كانت نابعة من أفكار وملاحظات ودراسات فريدريك تايلر. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.